نقل مركب الملك خوفو الأول. يشهد العالم خلال الأسابيع القادمة حدثاً تاريخياً هاماً، هو نقل مركب الملك خوفو الأول، إحدى مراكب الشمس، من منطقة آثار الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، وذلك بعد الانتهاء من حماية جسم المركب بهيكل خشبي. في هذا الفيديو نرصد أهم المعلومات عن مشروع نقل مركب خوفو الأول. يعد مركب خوفو أكبر عضو باق في التاريخ، حيث يتم النقل وسط احتفال بسيط بدون موكب، عربة ذكية ستقوم بنقل المركب بالتحكم عن بعد، بعد استقدام العربة خصيصاً من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة.